Bravo. صور حصرية، صور رائعة من قلب الحدث، صور رائعة من ملعب رادس بمناسبة مباراة الترجي وسان داونز، ومرة أخرى جمهور الترجي التونسي يصنع الحدث. شكرا مجددا للزميل محمد الطاهر بن شعبان. صور رائعة جدا سعد مجيد. جمهور الترجي في جوهانسبورغ تو سبق الفريق موجود في جوهانسبورغ على الأقل باش تلقى 3000 ولا 4000 موجودين غاديك، وشوف التسرة قداش تكلف في جوهانسبورغ، شوف قداش يضحي جمهور الترجي على فريقه، يعني حاجه فريمون برافو. مكرم صور رائعه.
دور دور ارجع المغرب. هو احسن حاجه زيبي عايش بربي بعد والله وراي كلمه بقى. احسن حاجه ابعثوا مبعوث خاص نتاعنا غاديك. باهي اخويا باهي عندك الحق باهي صور رائعه من قلب العبراد. شيخ عندك صح نسال فيك انا. لا 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 كي كي انا ليسونسيال انت شيخ اللي انت زور رائع برافو. لا 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 انا نتبع فيك شنو تطيع في مكرم انيس 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 اكيد صور رائع بالطبيعه. شو شو محلاك شو المشكله؟ هذا جاي قادم قادم تحب يتكلم حاجه سي صالح تنرفز سي صالح مكرم لك ما تنرفزش سي صالح اسمعني انيس يحب الترجي تخلو شنو؟ استاديس 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 اما الفريق الثاني شنو؟ ترجي انت لا لا ايش نقول لك مش لا لا شوف انا احترم برشا ترجي لاسباب ربما انت تجهلها لكن احترم كل الجمعيات كان تترشح نادي الافريقي تشوف لي سالتك على صور رائعه جاوبني انا جاوبت مكرم شيمك فيه هو انا نقدم في البرخي مكرم يقعد على الكرسي هذا قاعد غادي ويخضع للاوامر اكيد اكيد صور رائعه وان شاء الله ان شاء الله تتواصل وان شاء الله نشوفوها الجمعه الجايه ان شاء الله نشوفوا صور خير من هكا حتى نشوفوا صور ان شاء الله التتويج نتاع الكاس ان شاء الله سامي والله وإلا كان ضحكك الحكايات أو الماتش الجاي بتاع الاسبيرانس نمشي للاستاد أنا أصحابي كلهم نمشي نلبس مريول الاسبيرانس ونعيط ونصيح ونشطح وإلا كان معنا التأسيسات في بليزير كمال جمهور الترجي يلعب دور بوهب في المباراة أكيد أكيد يا أخي يدز في الملاعبية ما يخليهمش يا مكرم فما واحد يضرب على الكلوب قد كمال بالخليل شوف إنسان برو كي سالته وجاوب أنا برو أنت عينيك حمارت شو تحبني نجاوب الصور رائعة عمال عبراتي والله تفرجت عليها توب ما لا تحب زيد نحلف لك ما تفرجتش يا سيدي والله ما تفرجت حتى تو ما تفرجش والله انا شفت سيد المخرج سيد الدخيم بربي تعود لي شويه من الفتير الاخر هاتي يا صاري يا معنا هاي ما كملتي راسك عاود لي سيد المخرج سيد الدخيم كمان هز راسك يا شوي شوف تفرجت تفرجت اعطيني تعليق على الصور ما يبعش على جمهور الافريقي والاتوال والسياسات اكيد اكيد كيف كيف أكيد. على الصور اي كيف كيف صور جميله في فرق كبار احنا خلينا نقول لك يا مكرم قسما بالله عينيك كلها فرحه قال لي حاجه اخرى خلينا نقول لك حاجه اخرى سيبي اسمعني انا اللوحه نحب نعرف يا صاحبي علاش اللوحه اللي عملناه صارت في ملعب ايلام بيبي سوسا واللي في الخليج المذيع خرج قال ماكش في البرازيل ما عملناش من هذا كل مش موضوعنا تو ربيتها بتاع الافريقي واضح انا نجم الساحلي انا في المباشر فما كاس تابري فمش موضوع على الليتوان ما يتخدمش هنا لا يتجبد لا ايش نقول لك انا نقول لك حاجه كنت فضلك انا شويه فضلك حتى انا مش نقول لك حاجه انا ايش نقول البلاتو هذا نتاع كل الناس خليني نقول لك حاجه خليني نقولها حتى في غيابك البلاتو الوحيد اللي هم يقولوا بتاع الترجي يقولوا بتاع الفريق يقولوا بتاع اللي يحبهم البلاتو الوحيد نتكلم بكل صراحه لناخذ تعليمات من حتى واحد ونعطي راي بكل حريه والبلاتو الوحيد اللي وقتها هما يقولوا مثلا البلاتو بتاع الترجي اني نتكلم ما تعجبنيش حاجه في الترجي ولا تصير غلطات نتكلم بكل حريه ولا واحد يقول ايش بيك ولا كيفاش للامانه هذه كلمه حق نقولوها بكري فتكم يعطيك الصحة لكن ما فما نقطة لازمني نوضحها أنا أي. اللي يقول بلاتو ترجي راهو بلاتو نتاع الأندية التونسية كل